اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة. تقربلت تقربلت اخوتي ديال بصح، ماشي عاد تقربلت. راه قلت لكم الصباح، قلت لكم راه مازال غتقربل، مازال غتقربل وغتبعوا القنابل ديال بصح. فين ما كيبغيو يغدرونا ولا كيبغيو يديروا التنازل ولا الصلح، الله يستر كتوقع شي كارثه ولا كتوقع شي مصيبه. المهم اخوتي عطيوني اللايكات في هذا الفيديو وضربوا لي التعاليق والبارطاج وخليكم معايا خليكم معايا تسمعوا القنابل، راه ماشي عاد قنبلت ديال بصح ترونت والله. الا شوفوا حك الضفر على الضفر ما تفارق الربالة والسريعة حتى الفجر، حك الضفر على الضفر ما تفارق. خاصني نخرج نقول لكم التضامن مع الربالة، عرفتي اش داروا لك الربالة؟ وصبنات السريعة اليوم، صبنات لك الربالة ونشرتها لك بحال الكرش. الواعرة صور واحد المتابعة سولت على القنبولة، باقي نطابع في ديك القنبولة، باقي نطابع له كيتسنى ديك قلب لي القنبولة قالت لي ميل غتفرقع فيكم. راه مايمكنش حق الله العظيم اخوتي سولوا على القنبولة، مش المتابعين ديالها قالت فين القنبولة اللي قلتي لينا، قالت لي القنبولة هي اللي غتفرقع فيكم. والله إلا بغيت عليكم بيني وبينكم والله إلا عبرت عليكم، قالت لكم الحمير ما بغاش تحشمو، قالت لكم الشيخات. ولكن اليوم عطاتكم واحد الركله، عطاتلك الروبال الفم. تجي بحال داك الجري وتابعها تسيقي موراها السريع السريع، عرفتي داك الجري ولي كيكون تابعك كضربيه كيبقى يقول او او او. هادشي اللي وقع على الروبال اليوم، اليوم الروبال تخص الصعره. خلينا نتفرجوا، جات النوبه ديالنا فين نتفرجوا فيكم وعابيناتكم سبحان الله، شي غادي يفضح شي وشي غادي يفرش شي، فين ما كيبقى تجي تصرف. راه حمو داير خدمتو، حمو الله يخليك لينا، الله يخلي لنا الميكرو ديال اختي شيماء، الله يخلي الميكرو، والله الا غادا كنت غنضامن معاه وقيلا نشري ميكرو تانا، عيط قول الله يقرب لنا مليون قول انا امين. شوف عيط قول اخوتي الله يقرب لنا نجاوب انا من الميكرو امين، معايا في سويسرا غتقول الله يقرب لها، مع تقرب توصل عندنا المغرب ديك الله يقرب لها نقول انا امين. قالت تقرب لها اليوم هاد العيد بان لي خوتي غندوزو مع السريعة والربالة، عرفتي اش دارت ليهم اليوم؟ صبنتكم السريعة والله إلا صبنتكم، دوك الضغوطات اللي كتمارسو عليها، قالت لكم أنا أش من شكايات؟ أش من فلوس عطيتوني؟ هاذي جات ليهم اليوم، وصبنتهم أخوتي واحد الصبيرة كن برافو عليها، تحية. وحنا سعاد عمرة ما درت ناكل الحمد لله يا ربي الحمد لله اللي عطينا سعاد دايويش. غدا تخرج لينا سعاد قالك لي تشفي تبلع، غدا تصب علينا سعاد تاهي المجرمين. بالي القادم كنا ندافعو عليهم وقيلا غيسير هاد الموضوع غيتشادو معانا سعاد، غتشاد معانا ودوك غتشاد معاهم السريعة ديالهم. لا صافي لا صافي، لكن عدابة الروينا النار في لاكار من القدام، مفيش مرحميني الروبالة غتكسيري والسريعة غتقولها ما تعرفيش. والله الروبالة وسكتي ليها، إلا سكتي ليها راك ماشي مرا، راك ماشي مرا لا سكتي ليها. شوفي وكلي وكلي جاك ولا سميتو الراجل ديالك ناعسي قاوري أو حلي على المنصة 8 السوايع سريعة فضحيها، فضحوا بعضياتكم هي الوقيتة باش نجمعو. الحمد لله يا ربي طولتي ليا العمر، تا وليت نشوف الروبالة كتكلاشي في السريعة والسريعة كتكلاشي في الروبالة، اللي قالك كانوا صحابات وخواتات وكداب. هذا منكر، هذا نتوما راه خاصكم تعاقبوا، نتوما راكم مجرمين، نتوما راكم عصابة على هاد الحساب هذا. نتوما خوتي كتافقوا في الخاص وكتآمروا فينا من فلوس الناس، قالت لي ما عندي فلوس سريعة، قالت لي ما عندي فلوس ما شديت فلوس، قالت لي ما تحاسبونيش أنا على الشكايات، سيروا حاسبوا يسرى، شكايات أيه كتبتهم بيدية باش تعرفوا راه حنا كنوي صداقية. ثم المصداقية ثم المصداقية، ماشي بحالكم بعضكم على المحزاقية. يا ربي السلامة على تقربيلة، يا ربي السلامة على تقربيلة، وليت خايف على راسي اللي انا شوف انا غادي نغبر، انا غادي نغبر واحد المدة خوتي. تتشوفوا تتشوفوا تت العجاجة خوتي ورجع لجيب لي شي دقة، المهم تي هالاعتقالات هالضريب القنوات. بلي الكوشتك بلي هادشي خوتي التنازلات الصلح هادشي هاد الروينة ترونت. ولكن مزيان خلونا نتفرجوا واحد شوية، انا غتشجعوا المعزة ولا غتشجعوا البقة نتوما؟ انا ما نشجع لا معزة لا بقة.
وينطلق العداد بين الصراع بين البق والماعز. كنظن الماعز غادي يغلب، الماعز اللي عنده الكرون راه كينطح وكيجيب الحميه. بقى في هذوك اللي حطوا فلوسهم، وهذيك اللي سهروا حتى 4 الصباح، تصوروا لايف في 8 السوايع، وانت بلا 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 كتضيعي في الطاقه، والاخرى باركه كتقول لهم هذه الروبيره الحمقاء، والله الا قال لك بحال هكا كدير السريعه في الدار اخوتي، كطلق الروبيره وتقول لهم هاد المعزه بدات تجعوق، نصمتوا المعزه اش كتقول علينا عاوتاني، قالت لك الدفاع الأسرة ايوا شي يبقى كتقول على السريعة المصداقية، يعني هذا الشيء اللي قالته السريعة اليوم في الروبالة صحيح، المصداقية ثم المصداقية. انا طيحت التليفون سحت الروبالة. بمرحبا ما بقيتش كنعقل، تشفيت فيكم والله يزيدكم والله يعطيكم كثر يا المفتنين، الله يفضحكم، الله يضرب الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بين ايديهم سالمين يا ربي، يا ربي فتحوا بعضياتهم. مازال غتشوفوا شي شو دابا هادشي عطشاش، مازال باش تعرفوا هاد الهضره اللي كنا كنقولوا مش حال هادي كلها صحيحه، ما فيهاش غرام ديال الكذوب، المصداقيه ثم المصداقيه هي العنوان ديالنا. اما هاد الزباله وهاد البقه الخانزه المجرمه بجوج ما يسواوش، جوجكم ما كتسواوش حتى لا هي، انت من دابا اللي خارجه كتهضري الروباله باغا ديري فيها كاينه وباغا ديري فيها حقانيه وصحه الضمير ديالك، ملي كنتي كديري في الصواني دابا عاد زعما فكرتي ان السايعه كتستحمرك، تقرب تنازل الصلح، مشيكينا شغلات مرات الماسك. مشيكينا وانت البقايقو دابا عاد بان لك ان الروباله كتضغط عليك، وانك انت مشيتي بيدك حيله، وان زنوبعيات، وان هادي واش كنقول لكم والله العظيم، لا تخلطت بكراع فيل، ماشي عكراع مش ولا كراع. كنت خيل القنوات اللي معانا غدا يخرجوا، انا ما نقدرش نصبر حتى الصباح، ندير فيديو دابا وندير فيديو الصباح نعبر على الفرحه ديالي اخوتي، مالي بحسابي بحساب القنوات. والله بقيت كنتصنت، قالت لها وحده فين هي القنبوله، قالت لها القنبوله غتفرقع فك. انا قلت لكم صبروا صبروا، راه واحد بنت حرام ما فيهاش الخير، صبروا مازال مازال غيخرجوا انتوما، وعاد بعقل ولا يقول ما قلتيش لينا عاوتاني، راه ما كتنسى واحد شويه عقلوا عليها هي هنا، الا ما خرجتش الروباله كتهدد السريعه باوديوات ولا بشي مقاطع دفلوا لي على هاد الكماره، عقلوا على كلامي، غيدوز دابا تحتهم مكحلنا بجوج، مقفرنا بجوج، هادي مكحلها والاخرى اكثر منا، الاوديوات وغادي حق سعاد غيتخادع شوفوا. بالمهال قال لك كيتكلبوا النجاح، حنا غادي بالنيه ديالنا والمتابعين غادي مساكن بنيتهم وغادي مساكن وكيبكي وكيدعي وكل اودي وات قسما بالله كيصيفطوا ليا قلت سعاد ما تنازلش، التنازل السكاع ما بغا يكمل، فين ما بغيو يديروا التنازل تقربل في وعقلوا اخوتي، فين ما كيبغيو التنازل كتقرب الله يسر. ها قال لك تبغى نصيفطوا سعاد الحبس والقنوات، قال لك الناموسة خاصك تعطي الطباي ناموسة، ودابا دي ام صالحة السريعة، دابا عاد تسمعوا دابا الفضايح اللي غيخرجوا، فضايح الفضايح تفرجوا عام من بعيد وهزوا الميكرو، كنت نقول لها حطي الميكرو، اما كاين غا الله يقرب لها، ما كاين غا حبيب بيس، ما كاين غا شتي فردي فضحوا بعضياتكم فرحوا، ايوا حك الدفر على الدفر، ما تفارق الروبالة والسريعة حتى الفجر، حك الدفر على الدفر، ما يتفاقوا حتى الفجر، بغيتهم يبقاو مضاربين العام كله. دمار دمار يضاربوا بغيتهم يفضحوا بعضياتهم، الكواليس الكواليس مؤامرات مؤامرات مؤامرات، كلشي هادشي خاصو يتفضح، كلشي خاصو يخرج، خاصكم تبانوا على الحقيقه ديالكم، المتابع ما بقى فيا واحد المتابعين عندهم عتبات المباخه كيقولوا لها لا صافي سكتي ما ديتش على الروباله، لا صافي نعلو الشيطان نتوما كبار على هادشي، غنضحكوا فيكم ولاد الشحايبر، حنا ما ولاد الشحايبر حنا كنضحكوا وضحكوا الميمات ديالي، ضحكوا ضحكوا في التعاليق وضحكوا وفرحوا وتشفاو، اي تشفاو فيهم بحال هاد الماركه نبغي ما نبغي نصدع، يلا قال لها غيتشفاو فينا ولاد الشحايبر والمتابعين ديالهم، انا خوتي نطلع نطلع عليهم وضحكي، وغدا عاد غتكون رياكشن ديال بصح، غدا خليكم في الفيديو الصباح غادي يكون داك الشيء مشحر، والله الا غادي داك الشيء يكون مشحر، ايوا اليوم نعس وانا مرتاح، كان اخوني هاد النهار جاني بحال الاكتئاب اليوم، انا ما عرفتش مالي هاد النهار كان طالع لي الدم، وجاب لي الله هاد الفراجة فابور هاد الفيل، خاصني نخلص عليه بحال هاد المواضيع، خاصني نخلص عليه من الفلوس اخوتي باش نضحك،
انا صعيب باش اللي يضحكني. ودي اخوتي كنلقى بقى هذوك كيضحك، داير الضحك في راسهم كنضحك عليهم، مالي ما نضحك نضحك اخوتي تتبان لي درسة العقل ونتشفى، حيت كانوا يقولوا لي اه ولات حايبر ضربتكم الناموسة بمقلة، اه ولات حايبر كليتو الدقاق، اه ولات حايبر يا فينا يا تركت المجرمين. فين فين العصابة ديال بصحة، فين المؤامرات ديال بصحة، فين الشكايات وفين فلوس الناس؟ رجعوا الناس فلوسهم، رجعوا المحسنين فلوسهم اللي ديتو ليهم، رجعوا الناس رزقهم، راه حشومه راه حشومه وعيب وعرض نصبوا على الناس وديروا لهم فلوسهم. ها تولات البقا تقول لهم القنبله، راه قلت لك القنبله راه باقي خاصناها الربا، باقي خاصنا القنابل. ملي كنقول لكم ما كاين لا قنبله ولا مذكره بحث، والقنبله طلقات السريعه ديك المره ملي كانت في الجزائر ديال بيو طلقت لكم القنبله فواحد الفيديو راكم شفتوها، هذيك هي القنبله. وشني تيك كبش راه عريان والمؤامرات والنهار بالسلامه. هذا باغاش تخرجوا انتم عاوتاني هادي عقلوا على كلامي، ما يخرجوا يقولوا حق الناموسه سحرت لينا هي اللي فرقتهم ودارت لي ماتي. والله حتى حتما عقلهم مسخ هيك يفكروا بحالك، غادي يقولوا اه سعاد سحرت ليهم باش تقرب. قال لك كل خوخي ديالو يكون دابا راسه سعاد كنت سحرت على البنات بعدا رجعتهم مسكينه ملي كانت باغا. الله الا قال لك ولكن شوف وضحكوا يا المهمات ديالي، انا ما ضحكتوش في التعاليق ما كثرتوش ليا اللايكات، راه خوتي غيبقى فيا الحال. بغيتكم على هاد الفرحه كل واحد دير لي 5 لايكات الله يفرحكم في هاد العواشر، اللي يفرحني الله يفرحو. يلا خوتي عطوني اللايكات ديالكم ودبلوا التعاليق والبارطاج، تصبحوا على خير المهمات ديالي الى فيديو قادم ان شاء الله.